بعدما أثبت الزمالك كلاعبين وكجهاز فني أن الزمالك لا يموت أبدا، وأن كل الأزمات التي يمر بها الفريق الأبيض لا تعني أبدا أن الكفة لا يمكن أن تصل من جديد إلى الأعلى، وأن الزمالك قادر إلى أن يهبط بكفته ليرتقي على منصة التتويج حتى وإن كان أمام منافس كبير جدا هو الأهلي، وأن الكفة من الممكن أن تتساوى حتى وإن كانت المعطيات مختلفة لصالح منافسه. الزمالك توج بالأمس بطلا للسوبر الإفريقي بعدما عاد من التأخر إلى تعادل، بعدما رجحت كفته على مدار المباراة وإن كان التأخر كان من نصيبه، تعادل وفاز في النهاية بركلات الترجيح. من حق جمهور الزمالك أن يحتفل، ومن حق مواقع التواصل الاجتماعي أن تزين باللون الأبيض بعد التتويج الكبير اللي شفناه بالأمس، وعلى نغمات دا دملا دملا دا اللي رقص عليها دونجا ورفاقه بقيادة قائد الفريق شيكابالا، الذي حتى أثبت سريعا أن دوره إذا اقتصر على التواجد في مقاعد البدلاء فهو دور لا يقل أهمية عن دور من هم داخل الملعب، بتشجيع وبتحميس وبدعم وبشد أزر وبرفض تقبل الهزيمة. احتفل لاعبو الزمالك بهذا التتويج ومن خلفهم ملايين الجمهور سواء في مصر أو خارجها، وعشرات الآلاف في مدرجات ملعب المملكة أرينا. بعثة الزمالك وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة منتشية، وفي استقبالها عدد كبير من جمهور الزمالك يقودهم ثلاثي أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض، الذي غاب عن المباراة لأنه كان يخوض مباراة أخرى على مستوى السوبر جلوب اللي النهاردة شهدنا احتفالات مراسم افتتاحها، وإن كانت منافستها قد بدأت بالأمس. الأستاذ عمرو أدهم كان في قيادة المستقبلين، ومعه أيضا الأستاذة نيرة الأحمر وأمين الصندوق الدكتور حسام المندوه. ووصلت البعثة والآن فترة راحة بقرار جوزيه جوميز، ومعنويات تدعو إلى التفاؤل لموسم كبير يعيش فيه الزمالك مع حل أزماته المالية بشكل متواصل. أما في الأهلي فالمعسكر هناك، كيف يقضي ساعاته الماضية وكيف يفكر، ده هنتكلم عنه خلال الدقائق القليلة المقبلة. حظ أوفر للأهلي، مبروك للزمالك. إلى المملكة العربية السعودية من جديد، وبالأمس شفنا وتابعنا كيف كانت مراسم الاحتفال، وشفنا قبلها كيف كانت أساسا رحلة تنظيم السوبر منذ أشهر حتى وصلنا إلى الأجواء الرائعة اللي عشناها بالأمس، عاشها اللي في السعودية وعاشها حتى اللي بيتفرج على المباراة أمام الشاشات هنا في جمهورية مصر العربية. من هناك ومع تغطية إعلامية كانت بارزة سواء في البرامج أو في الصحف الرياضية السعودية، معنا على التليفون الأستاذ رياض المسلم مدير تحرير جريدة الرياضية السعودية. أستاذ رياض أهلا وسهلا بيك، منورنا. أستاذ رياض أهلا وسهلا. طيب هنرجع مرة تانية للأستاذ رياض، نتابع معاه التغطيات اللي شفناها امبارح من المواقع ومن الصحف ومن البرامج السعودية، وكيف كانت أصداء كمان المباراة الكبيرة اللي عصرناها بالأمس. لكن خليني اقول لكم انه فوز الزمالك امبارح جاء على مراحل، بانه البدايه كانت اللون الابيض مسيطر فيها نسبيا على اجواء المباراه، ثم صارت المباراه بان الاهلي نجح بانه هجمه غابت فيها خطوط دفاع الزمالك يدرك التقدم بعد ضربه جزاء حصل عليها اكرم توفيق، بعدها استمر الزمالك في محاولات التقدم، سيطر على الشوط الثاني، منع الأهلي على غير العادة من التهديد ولو مرة وحيدة طوال الشوط الثاني من المباراة حتى أدرك التعادل عن طريق ناصر منسي. وعلى ذكر ناصر منسي، خبرنا بعد المداخلة يخص السوبر ناصر منسي، لكن بعد التليفون اللي هينورنا فيه الأستاذ رياض مسلم مدير تحرير جريدة الرياضية السعودية. أستاذ رياض أهلا وسهلا بيك، منورنا. الو، اهلا وسهلا استاذ رياض، معاك على الهواء منورنا. اهلا استاذ هاني، اهلا وسهلا، حياك الله بيك وبالاخوه المشاهدين والمشاهدات، يا اتشرف اني اكون معكم. شرف لينا، الله يحييك، منورنا، وشكرا على الاستضافه الجميله امبارح في المملكه والمباراه التاريخيه اللي شفناها في السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك. واحب اسالك عن
ملاحظاتك على المباراة حتى توج الزمالك بطلا بها؟ بالنسبه للمباراه، اول شيء نبارك لجمهور الزمالك الكبير هذا الفوز وهذا اللقب. صحيح ان الزمالك كان لابس الطقم الاسود، لكن كانت ليله بيضاء على الجمهور، وهذا لك للجمهور الاهلي. صراحه كانت مباراه كبيره في مدينه الرياض عندنا، وحتى ايضا التغطيه الاعلاميه من جانب الصحافه السعوديه كانت كبيره، وكانه كلاسيكو بين فريقين كبيرين في السعوديه. فعلا استمتعنا كجمهور وكاعلام سعودي بهذا القمه الكرويه الكبيره. بصراحه حتى منذ صافره البدايه حتى اخر ركله ترجيح قمه كبيره عكست مدى تطور الكره المصريه. ايضا الجمهور الكبير، التذاكر نفذت في دقائق منذ الاعلان عن طرحها على المنصات الرقميه ومنافذ البيع. كل شيء كان يعني صراحه جدا رائع ومميز من ناحيه التنظيم والهيئه العامه للترفيه وموسم الرياض بقياده الاستشار في ال الشيخ. قدموا عملا جبارا، وغير مستغرب بصراحه لنجاح هذه القمه الكرويه. نعم، القمة الكروية ربما على الناحية الفنية ما كانتش ممتعة، وإنما المتعة جاءت من إثارتها ومن تفاصيلها ومن مشاحنتها في بعض الأوقات، ومن دراما الدقائق الأخيرة، ومن ضربات الترجيح، ومن أجواء الاحتفالات بعد نهاية المباراة، احتفالات بيضاء بقميص أسود زي ما قلت، أو حتى حالة الحزن اللي كانت عند أصحاب القميص الأحمر. إيه أبرز ما لفت انتباهك أستاذ رياض في أحداث المباراة؟ الصوت بس في اخر، معليش يا استاذ. ايه ابرز ما لفت انتباهك من احداث المباراه اللي استمرت حتى ضربات الترجيح؟ ما لفت احداث المباراه. ايه ابرز ما لفت انتباهك في المباراه بتفاصيلها؟ والله فقط عندما تعلن عن 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 الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك كلاعبان لو في اي مكان، هذا هو حدث يعني يدعو الى لفت الانتباه اي شخص. نعم، قبل ان تبدا المباراه. المباراه اللي ما لفت انتباهي بصراحه كان الشد العصبي الكبير بين الفرقتين، وخصوصا من فريق الزمالك. كان في احتقان شديد في 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 الملعب وعلى حكم المباراه. شخصيا لم اكن اتوقع ان الزمالك يكسب، يعني عكسا او او او, أو بناء على الضغط النفسي اللي كان يعيشه اللاعبين. لكن في النهايه انتصروا على هذا الضغط على فريق الاهلي. انا اكثر ما شد انتباهي زي ما قلت لك هو قوه المباراه من الناحيه ليست الفنيه ولكن التنافسيه، انا اسميها تنافسيه، وتمكن الزمالك حتمها في نهايه المباراه. نعم، يمكن توقعك انت بشكل شخصي ما كانش رايح تجاه تتويج الزمالك، بل المعطيات حتى في مصر كانت رايحه بانه استسهل بعض الاهلاويه السابقين في الكره المصريه المباراه، وهو ما اثار حفيظه الزملكاويه للرد بحسب ما قال اللاعبون. لكن صحيفه الرياضيه بمتابعتها الحقيقه الكبيره ما قبل وخلال وما بعد المباراه كانت نشرت على صدر الجريدة بعد نهاية المباراة يمكن عنوانا أثار جدلا في الأوساط الرياضية المصرية، أو تحديدا بين الجمهور، وهو هيكون معانا على الشاشة، اللي اتكلم على تغطية المباراة سواء من الناحية الجماهيرية، لكن أبرز ما لفت النظر هو على صدر الصحيفة عنوان تتويج الزمالك، واللي جاء فيه ابكي يا أهلي على حالك، وبعنوان آخر كبركم الزمالك زي ما قدامنا على الشاشة دلوقتي، فوق خط أحمر يمكن تقول بقميص الزمالك. إيه رأيك أو ممكن تشرح لنا ما كتب في هذا العنوان؟ لأنه عمل رد فعل كبير بالأمس. والله أكيد أكيد أي العناوين الصحفية والماشيتات يعني راح يتداولها المنتصرون برحمة القدر وبعكس ما يراها الفريق او الفرقه الخاسره او الجمهور الخاسر. انا اعتقد بانه المنصات الصحفيه وانت استاذ هاني اعلامي وعارف تخضع الى 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 الذائقه والى اللمس والى اللمسه
الصحفيه المميزه، صحيفه رياضيه يعني طم تحرير مميز بقياده نعم. رئيس التحرير بكال الجوت، بكال الجوت، وهم يعني وكل هذه العناوين ليست يعني احنا نحن يعني الصحيفه بشكل عام الرياضيه وايضا الاعلام السعودي بشكل عام نحتفي بالفائز بشكل يليق به. بس الاهم انه ما يكون هناك اساءه في العناوين او مثلا تقليل بشكل يعني مجحف او لا. احنا نتكلم بعنوان صحفي نتغنى بانجاز الزمالك، نعم. وهذا حق ادبي للصحيفه ولغيرها من الصحف ووسائل الاعلام. نعم. ولو فاز الاهلي لكان له عنوان مثل هذا واكثر. مثل هذا واكثر، كبيركم ساعتها يبقى الاهلي وابكي يا زمالك على حالك، ولا بشكل مختلف توقعك اذا والله لا كان ده حصل؟ هي على على على, على المناسبه استاذ هاني. أيوة. احنا انت شكلك زعلان شويه من موضوع هزيمه مش زعلان ولا؟ طب انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه يا استاذ رياض، لانه امبارح شفت قطاع من جمهور الاهلي وهو بيقرا المجله اللي هي عنوان كبير ومثير، يعني ممكن يعجب فعلا جدا الكسبان وممكن يزعل زي ما انت قلت الخسران، لكن بعض الاهلاويه قال لك اه ده علشان الاهلاويه مؤخرا انتصارات متتاليه على الفرق السعوديه، فرات الصحيفه انه ده انتصار ابهج السعوديين لانه جاء على حساب الاهلي. هل ليك تعليق على النقطه دي؟ صدقني لا 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 صدقني صدقني استاذ هاني ما في اي اجنده او محسوبي او محسوب أو محسوبيات على العناوين الصحفية سواء في الصحيفة الرياضية أو غيرها من الصحف الرياضية أو الصفحات أو حتى السعودية بشكل عام. زي ما قلت قبل شوي إنه الفائز يحق له أن نحتفي به ونسوي له حفلة أيضا في الصحيفة بكافة منصاتها، سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو أي فريق من فرق الأندية المصرية وغيرها. نعم. حتى أيضا قبل ذلك السعودية. الصحيفة تتغنى بأي منجز بالطريقة التي تحفظ له حقه وتجعل. نعم. مثل هذه العناوين تبقى وتبقى وتبقى، والعنوان أو المانشيت الذي يصل إلى الناس ويؤثر فيهم هو العنوان الناجح، وأنت صحفي وعارف هذا يا أخوي. حقيقي مظبوط. طيب خلينا أنتقل معاك إلى ملف آخر، هي بعد مباراة كبيرة جدا شفناها امبارح حتى على المستوى الصحفي زي ما انت ذكرت وزي ما استمتعنا بالتغطية، ماذا بعد؟ شايفين طفرة على المستوى الرياضي في المملكة العربية السعودية، سواء فيما يخص الدوري باستقطاب النجوم، سواء فيما يخص حتى هيئة الترفيه بشكل عام وما تقوم بعمله واستضافته من أحداث سواء كانت قارية أو دولية، إلى جانب استضافة كأس آسيا واستضافة كأس العالم في السنوات القليلة المقبلة، شايف إزاي الطفرة اللي حصل على مستوى التنظيم في المملكة؟ الحمد لله، نحن نحمد الله رب العالمين في هذه النعمة الكبيرة التي نعيشها. المملكة العربية السعودية الآن أصبحت بوصلة للرياضيين والرياضيات، وليس فقط عندما يكون نجاح المملكة العربية السعودية على الصعيد الرياضي فهو نجاح لمصر ولكافة الدول العربية، أن هذا المنجز هناك اهتمام كبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم لا محدود لنجاح واستضافة البطولات العالمية الكبرى وشاهدنا النجاح في استضافة كافة البطولات، وأقرب شيء الزمالك والاهلي. نعم. يعني القمه اللي كانت امس شفتوا كيف طلعت المباراه، يعني غير مستغرب هذه الاستضافه المميزه من قبل الهيئه العامه للتنسيق، وتكون برضو ايضا من افتتاحيات جميله لموسم الرياض، وتنورنا ان شاء الله في هاني. ان شاء الله. انا بشكرك جدا استاذ رياض المسلم مدير تحرير جريده الرياضيه السعوديه، وبشكرك مره ثانيه على وجودك معنا من خلال هذه المداخله. ناصر منسي قال في تصريحات للمركز الاعلامي للزمالك النهارده: توقعت ان اسجل هدفا في مرمى الاهلي منذ اسبوع، وقلت لزياد كمال هجيب جول في شباك الاهلي في الدقيقه 85، جابه هو في الدقيقه 75 قبلها ب 10 دقائق. قال: أشكر كل من انتقدني خلال الفترة الماضية لأن ذلك دفعني للاجتهاد والتدريب بجدية وبذل أقصى جهد من أجل الظهور بأفضل شكل مع الزمالك. الحقيقة أنه دي دايما دايما تبقى لازم تبقى هي الدماغ بتاعت أي لاعب ينتقد أو حتى يشاد بيه بالمناسبة،
انك تبقى بتستغل ده كله في انك تتدرب اكتر وتبذل مجهود اكتر وما تنجرفش ورا الحلو في الكلام او الوحش في الكلام. قال ناصر ان الفوز على الاهلي له طعم اخر وبيكون اكثر متعه عندما يكون الفوز مصحوبا بالتتويج ببطوله. كل زملائي اجتهدوا خلال الايام الماضيه من اجل تحقيق الفوز. اشكر اللاعبين والجهاز الفني على دعمهم الدائم لي وثقتهم في قدراتي. دي كانت تصريحات مهاجم الزمالك اللي سجل هدفا فاز به الفريق الابيض بالامس. بعيدا عن ناصر منسي، فعلى ذكر جمهور الزمالك قائد الفريق واللي بكى وهو بيبص على مدرجات الزمالك البيضاء بترفع لافتة رائعة بيتقدمها هو باعتباره مش مجرد قائد أو لاعب تاريخي أو أسطورة من أساطير القلعة البيضاء، لكنه كمان كقائد لجمهور الزمالك اللي واقف خلفه علشان هو اللي يقودهم مش بس للعب بل للتشجيع كمان. شيكابالا ترك الكل وأرسل رسالة واضحة إلى جمهور الأبيض الصامد الصابر الذي يمثل بشكل كامل قوس وسهم الزمالك طبقا لشعار تاريخي لناد كبير. وجاءت رسالة شيكابالا كالتالي. قال شيكابالا في رسالته إلى جمهور الزمالك: أنتم القصة التي لا تنتهي، أنتم الحكاية التي تروى للأجيال، أنتم الوفاء الذي يدرس بين جدران هذا النادي. سطرت أسماؤكم بحروف من نور، ليس فقط لأنكم تقفون خلف الفريق بل لأنكم النبض الذي يحركه والروح التي تبث الحياة في أوصاله. أنتم الملحمة التي تعيش في كل مباراة، في كل هتاف، في كل دمعة فرح أو حزن. يا جمهور الزمالك، عبر السنوات والعقود كنتم الصخرة التي تتحطم عليها كل الصعاب والتحديات. أنتم الفارس وأنتم القوس والسهم، ومن حولتم كل عثرة إلى قفزة نحو المجد. لا يمكن أن نصفكم بمشجعين فقط، أنتم اللاعب رقم واحد، أنتم المحاربون في المدرجات والجنود في الميادين. عندما نتحدث عن الزمالك نتحدث عنكم، أنتم الرمز الأبدي للنادي. وأكمل: أنتم من حول الحب لنادي الزمالك إلى عقيدة وإلى قصة خالدة تروى في كل زاوية من هذا الكوكب، ليس فقط بسبب انتصاراتكم ولكن بسبب ولائكم الذي لم يتزعزع، إخلاصكم الذي لا يعرف الحدود، وحبكم الذي يبقى دائما في كل الظروف. أنتم الذين علمتمونا أن الفخر بالزمالك ليس في البطولات فقط، بل في العطاء الذي لا ينضب وفي الوفاء الذي لا يقدر بثمن. في أوقات الفرح كنتم الفرحة المضاعفة، وفي أوقات الشدة كنتم الدعم والسند. إذا كانت البطولات تكتب على الورق فإنكم البطولة التي تحفر في القلوب. لذلك لا يوجد لقب يليق بكم أكثر من الرمز الأبدي. أنتم الحلم الذي يعيش في أعين كل عاشق لهذا النادي، وأنتم الحقيقة التي تشعل نار الحب في قلوب كل من يخطو نحو بوابة الزمالك. أنتم الفخر والاعتزاز، ومن دونكم لا نكون نحن. قال: من قلوبنا إلى قلوبكم شكرا لكم على كل شيء. أنتم الأسطورة والتاريخ، وأنتم المستقبل والرمز الأبدي. عاش الزمالك، عاش جمهوره، أعظم جمهور في العالم، وفخور أنني أحد أبنائه كلاعب وأحد مشجعيه كلاعب.